للأسف المدرب سواء كان وطني أو أجنبي بيكون كبش الفدا بعد أي خسارة بتعرض لها المنتخب الوطني. يا ترى لو كان جوزيه مورينيو هو مدرب منتخبنا لوين ممكن نوصل؟ لو مورينيو بيكون مدرب المنتخب الوطني عنا، إيش ممكن المنتخب يحقق أو لوين ممكن يوصل؟ وقتها أظن بيكون في احتمال إنه المنتخب الوطني ممكن يوصل لكأس العالم ويتأهل، وممكن يوصل لمراحل كثير منيحة فيه، ممكن توصل لربع النهائي أو نص النهائي. والله إذا صار ممكن إنه اللاعب يصير يفهموا بعض، يعرف وين يحط شوي، وين هذا بوصل وين هذا بيقدر يسوي، ممكن يرفع إمكانياتهم. والأول مرة يمكن ها نصير نتابع كل مباراة زي العالم والناس ونلعب زي العالم والناس. حسب اعتقادي مورينيو مش أي لاعب بزبط على تفكيره، بس هو مدرب من ناحية عالمية، ففي بعض اللاعبين ممكن يتجانسوا معه. يعني كنا نوصل كأس العالم أكيد. أكيد طبعاً، عفواً. لو مورينيو كان مدرب المنتخب الوطني عنا وين ممكن نوصل؟ وين ممكن يوصل؟ يعني ممكن يوصل وادي السير آخره، يعني أنا هيك برأيي يعني. كتير إذا مورينيو، سؤال حلو هذا على فكرة. وين ممكن نوصل؟ مشكلة مش في المدرب، مكان بعيد أكيد، يعني ما راح، يعني فوق ما تتصوريه. نوصل إن شاء الله كأس العالم. كأس العالم على أكيد، على أكيد، على أكيد. مستحيل يدرب منتخبنا الوطني. ثانية إحنا عبد الله بوزمعي مكفينا وزيادة كمان ومنيح. مورينيو هو مدرب رائع، مع إني أنا مشجعين برشلونة، بس تدريبه يعني عنده خطط جميلة، فرح يكون منتخبنا بأيدي أمينة، فممكن نوصل لأمم آسيا.